تمر هذه السيارات في هذا المجسر شمالي النجف للمرة الأولى بعد افتتاحه الذي طال انتظاره لعشر سنوات، فمنذ عام 2014 وضع حجر الأساس لهذا المشروع وتأخر إنجازه لعدة أسباب منها اقتصادية وأمنية، حاله كحال العديد من المشاريع التي ما زالت متلكئة في المحافظة. أكيد هذا المشروع يعني طال انتظاره باعتبار أنه أول ركيزة وضعت إلى سنة 2014، لكن أكيد مثل ما تعرفون الأزمة الاقتصادية والحرب على داعش أخرت هذا المشروع إلى يومنا هذا وافتتاحه بشكل رسمي من قبل محافظ النجف الأشرف الدكتور المهندس ماجد الوالي. أتمنى أنه لجنة مراقبة للمشاريع المتلكئة في محافظة النجف مثل مستشفيات، هيئات الإعمار، طرق، جسور، مدارس. أكثر من 6000 متر يبلغ طول هذا المجسر بتفرعاته التسعة المؤدية إلى أحياء ومناطق النجف، جعله واحدا من أكبر المجسرات مساحة في عموم العراق والمحافظة التي تشهد يوميا زخما مروريا غير مسبوق لا سيما في الآونة الأخيرة. مجسرات الزهراء يعتبر من أكبر المجسرات اللي موجودة بالمحافظة وبالفرات الأوسط، يبلغ طول المجسر 6 كيلوات يعني 6000 متر، يتكون من 9 تفرعات 9 مقتربات، مقتربات متكونة بجهة حي ميسان، جهة حي مستشفى الصدر، قصر الثقافة، جهة حي الجامعة، جهة حي الوفاء. تلكؤ هذا المشروع وتلكؤ العديد من المشاريع سبب الكثير من يعني على سبيل المثال الاختناقات المرورية، كانت واحدة من أهم المعاناة التي عانى منها المواطن النجفي. وتحتاج النجف وفق أهلها إلى العديد من مشاريع فك الاختناق ومشاريع البنى التحتية ومنها الطرق والجسور والأنفاق لتخفيف العبء المروري في المحافظة التي تكتظ شوارعها بالازدحامات الخانقة يوميا. من النجف محمد رزاق، التغيير.